பறவை காட்டிடும் தேகம் அழகு மரப்பாச்சி போல மனசோடு கொஞ்சி போகும் உன்வெக்கம் தானே என்னை தட்டி தூக்குதே. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد او فلوج جديد من مدينه جديده. اليوم احنا كاينين في عاصمه سوس اللي هي مدينه اكادير. يعني فوق تشوفوا داك الجبل اللي غتعرفوا راه حنا كاين في مدينه اكادير. المهم علاش جينا لمدينه اكادير وشنو جينا نديروا في مدينه اكادير؟ من طبيعه الحال جينا باش اننا نعيشوا واحد التجربه اللي انا شخصيا تقريبا مده سنه دابا انا كنفكر انني نعيش هذه التجربه، ولكن اليوم كتاب ان شاء الله غادي نمشيو نعيشوها. مازال ما عشناش ولكن من طبيعه الحال غنمشيو نعيشوها، وما ان شاء الله غنجربوا التليفريك اللي جينا خصيصا على قبل مدينه اكادير باش اننا نجربوه، وفي نفس الوقت باش اننا نطلعوا لواحد البلاصه نكتشفوها، خصوصا انه مدينه اكادير مؤخرا عرفت بزاف ديال الاصلاحات، عرفت بزاف ديال اللعيبات الجداد. طبيعه الحال غنمشيو باش اننا نكتشفوا واحد البلاصه عن طريق التليفريك، وكذلك نبارطاجو معكم معلومات بزاف ديال اللعيبات حول التليفريك. صراحه من بين الحوايج اللي عجبوني هنا في مدينه اكادير هما هاد المساحات الخضراء اللي كاينين هنا، وهادو بالمجان بمعنى غراتويت، ممكن انك تجي تستمتع بهم بصيرو درهم، ولكن اهم حاجه هي انكم تلتزموا بهاد القوانين اللي كاينين هنا. ممنوع المشي والجلوس على العشب، وممنوع الطهي في العشب. هادو من بين الحوايج اللي مخلين هاد البلاصه كيف ما كتشوفوا خضراء هنايا، لانه ما كيخلوش الناس يجلسوا هنايا ولا يطيبوا هنا. نورمالمون كان الناس كيطيبوا هنا وكيتمشوا لهاد الكازو غتلقاوه صفر ولا ما غاديش تلقاوه كاع، ولكن باش تبقى هاد البلاصه زوينه بحال هكا دار دوك القوانين، والناس من طبيعه الحال هنا راه ملتزمين بهم كيف ما كتشوفوا هنايا. ما كاينش لي طراس ديال الناس داكشي، يعني داكشي علاش هادشي كيف ما كتشوفوا هنايا راه خضر. وحنا دابا في البارك ديال التليفريك كيف ما كتشوفوا، هو التليفريك طالع هو. المهم التجربه ديال التليفريك ممكن انكم تاخذوه من هنا ولا تاخذوه من الفوق من اكادير وفلدا، ولكن انا اختاريت انني نبدا من هنا على قبل واحد الحاجه باش غنوصل لاكادير وفلدا. غنقول لكم علاش انا اختاريت انني نبدا من هنا وماشي من هنا. بالنسبه للثمن ديال التليفريك غتلقاوه هنايا، بالنسبه للثمن ديال الالي روتور بالنسبه للترونجي 120 درهم، بالنسبه المغاربة دايره لهم 95 درهم هي الي وروجو، تقدر تمشي بها تركل مع راسك وترجع بها بطبيعه الحال. اللي كاينه هنا الفي اي بي 800 درهم هي الثمن ديالها بالنسبه للناس اللي كتبقى شي حاجه ناضيه. فوالا الاخوان، دابا وصلنا لاكادير وفلا عن طريق التليفريك. حنا خدينا من التحت، وكاين اللي كياخذ من هنا باش انه واحد. بالنسبه للناس اللي غتبغي تاخذ غير الالي بوحدو فراه الثمن 50 درهم، ممكن تاخذو من ليه باش تطلع هنايا ومن بعد تاخذ طاكسي باش تهبط لتحت، ولا كذلك ممكن انك تجي تركل من اكادير وفلا وتخلص غير الالي وتهبط ليه لتحت ب 50 درهم. وحنا الاخوان بطبيعه الحال مالنا قطعنا الي وروتور، الالي باش اننا نجيو نكتشفوا هذه القصبه اللي هي ديال اكادير وفلا، ومن بعد الروتور. بالنسبه للناس اللي كتقطع الالي والروتور كيعطيكم جوج ديال الوريقات، هاد الوريقه هادي هي اللي كتجي بها، وهادي كيقول لك حافظ عليها باش انك ترجع بها. الحاجه اللي عجبتني الصراحه هنا هي انه تحافظ على هاد الوريقه، تجي تسركل مع راسك هنا، طور مع راسك هنا، ومن بعد تجي تعطيها عليهم وتهبط لديك البلاصه اللي هو. والسبب اللي خلاني انني ناخذ انا التليفريك من تحت وماشي من هنا هي انه باش كتطلع كتلقى راسك كيتسناك واحد المنظر اللي واعر، واحد الفيو اللي واعر ديال اكادير مثلا كيف ما كتشوفوا مارسا هنا மின்மீனைகள் போல உன் பாதம் அழகு வெண்ணிலவை காட்டிடும் தேகம் அழகு மரப்பாச்சி போல மனசோடு கொஞ்சி போகும் உன் வெக்கம் தானே என்னை தட்டி தூக்குதே கண்ணாடி போல உருவத்தை ஏந்தி.
بين الحوايج اللي زادوا الجماليه ديال القصبه ديال اكادير وفلا هما هادشي اللي صايبوا هنا هاد الساحات هادو اللي صايبوهم بهذا الشكل هذا، لانه من قبل ما كانوش مصايبين بحال هكا. عندكم هنا لي طواليت وكاين هنا المكتب ديال الارشادات بالنسبه للناس اللي خاصهم شي معلومات ولا شي حاجه، ولهيا طبيعه الحال كاين المنظر ديال اكادير. بين الحوايج غتلقاو بزاف هنا في القصبه ديال اكادير وفلا هما هاد اللافتات ديال الارشاد هنايا، غتلقاو فيهم بزاف ديال المعلومات، غتلقاو فيهم بزاف ديال الارشادات حول القصبه ديال اكادير وفلا. صراحه كامل عامر بالمعلومات بالنسبه للناس اللي بغيو معلومات تاريخيه حول اكادير وفلا. غتلقاو اي حاجه بغيتو هنا، كاينش غير فهاد البلاصه، اي بلاصه مشيتو لها غتلقاو فيها شي لافته بحال هكا فيها شي معلومه حول ديك البلاصه اللي كاينين فيها نتوما. اما الناس اللي كتبغي تاخذ صور تذكاريه في مدينه اكادير او في اكادير وفلا، فبامكانكم انكم تجيو هنايا تاخذوا صور عند المولين الشمال هنايا، يبقوا عندكم سوفونير وذكرى للزياره ديالكم لمدينه اكادير وبالضبط القصبه ديال اكادير وفلا. مالنا حنا مالنا، المهم مشينا باش غادي ندخلوا للقصبه لهيها، ولكن كيف ما كنت متوقع بانه الدخول للقصبه ماشي كراطوي، ضروري خصك تاخذ البي ديالك، خصك تقطع الورقه ديالك باش انك تدخل تكتشف القصبه. المهم دابا غنجيو للبلاصه ديال الارشادات هنايا باش اننا نسولو على التذاكر، نشوفوا واش كاين شي ثمن معقول ولا شي ثمن مناسب ناخذو البي ديالنا نمشيو نكتشفوا القصبه. بطبيعه الحال الا كان الثمن مناسب غادي ندخلو غنجيبو دوره تما نكتشفوا القصبه ونكتشفوا اشنو كاين تما، ولكن الا كان الثمن غير مناسب بطبيعه الحال فغنرجعو في حالتنا. فوالا الاخوان دابا خدينا التيكي ديالنا هيا. بالنسبه للثمن ديال هاد التيكي هذا باش انك تدخل القصبه فهو 20 درهم بالنسبه للمغاربه، بالنسبه للترونجي فالثمن 90 درهم، وكاين كذلك واحد الامتياز بالنسبه للطلبه الناس اللي كتقراو داكشي، وكذلك الناس اللي فوق 65 عام كيبقى لهم التيكي ب 10 ديال الدراهم. وانا من طبيعه الحال خديت التيكي ب 40 درهم، ماشي عياقه ولا شي لعيبه، وانما عندي فيه واحد لافونتاج اللي غتكتشفوه معايا دابا علاش خديت التيكي ب 40 درهم. بالنسبه للافونتاج اللي قلت لكم كيعطوك الا خديتي بي ب 40 درهم هو هذا الاوديو كيد هذا. بالنسبه لهذا كيعطيك المعلومات ديال اي بلاصه وصلتي لها، عاطينك هنا الارقام، اي رقم وصلتي ليه كتكليكي عليه هنايا وهو كيشرح لك ديك البلاصه وكيعطيك معلومات عليها. بالنسبه للناس اللي ما غاديش يبغوا يستعملوا هذا بامكانكم انكم تاخذوا جيد بيرسونيل كيجيبكم هنا كيوريكم جميع المعلومات بثمن 100 درهم. مثلا بحال هذه البلاصه هذه فضروري نبغوا نعرفوا على معلومات هذه البلاصه ديال الترحم والدعاء، غندخلوا رقم 90 ونكليكيو هكا بلاي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يهودي يا قدير وفلا والذي يدعى الملاح والمجد أحسن من حاخر قصبا يحدث عنه الذي سأعطيه هما الاخوان. هذه البلاصه هذه اللي هي ديال الترحم والدعاء من بين البلايص المقدسين واللي واجب عليك انك تحترمهم الى جيتي لهم. علاش؟ لان هذه البلاصه اللي كتشوفوا هنا باقين فيها دوك الناس ديال الزلزال ديال 1960، الاغلبيه اللي ماتوا راه باقين هنا باقين في هذه البلاصه هذه، داكشي علاش هذه البلاصه هذيك حدا بواحد الاحترام الكبير، داكشي علاش حتى هذه الالواح الخشبيه اللي كتشوفوا هنا واللي مركبين هنا فما مدخلينهمش للارض احتراما للحرمه ديال دوك الاموات اللي كاينين هنا اللي كانوا ضحايا ديال الزلزال ديال 1960 اللي ضرب مدينه اكادير وكان السبب ديال الدمار ديال هاد القلعه هادي اللي كتعتبر في الاصل هي الاصل ديال مدينه اكادير. وهنا في هاد البلاصه هادي كيف ما كتشوفوا هنا فعندنا بعض البقايا ديال البنايات اللي ما طاحتش في الزلزال ديال 1960، لان هاد البلاصه كامله كتشوفوا هنا كانت كامله بنايات، كانوا فيها بعض الاضرحه، كانوا فيها بزاف ديال الحوايج كاملين طاحوا في الزلزال ديال 1960، بقات شي حاجه قليله وهاد البلاصه هادي منهم. وهنا في الجنب ديالها عاطينكم بعض التصاور بعض اللعيبات على هاد القصبه هادي اللي هي قصبه اكادير وفلا. رايا واحد الصوره اللي كتبين لكم الشكل اللي كانت عليه اكادير وفلا قبل وكيفاش ولات دابا، داكشي اللي الوسط الاغلبيه مبقاش حيدوه ولا غير ديك الالواح الخشبيه كتمشي عليهم، اي بلاصه وصلتي لها كتلقى داك الرقم كيعطوك معلومه عليه. بالنسبه لهاد البلاصه اللي وصلنا لها كتسمى النظام الدفاعي للقصبه، لان القصبه ديال اكادير وفلا ما كانتش فقط مجرد واحد البلاصه اللي ساكنين فيها غير الناس، وانما كانت واحد المحطه دفاعيه ضد الاطماع البرتغاليه وضد الاحتلال البرتغالي. هنا
كاين هاد الاثار التاريخيه ديال اكادير وفلا. كاين بعض البلايص اللي مسموح انكم تدوزوا منهم دير على شكل متاهات بحال هكا، وكاين بعض البلايص اللي مسدودين سادين بحال هكا ممنوع الدخول ليهم، لكن البلايص اللي مفتوحين بحال هكا فبامكانكم انكم تدوروا فيهم وتكتشفوهم. بالنسبه لهاد البلاصه هذه هنايا كنظن انه هذا كان هو المسجد، لانه عندنا المقصوره هنايا، ولكن المعلومات ضروري غادي نلقاهم هنا، لان اي بلاصه كتلقى فيها المعلومات. ايوا كيف ما قلت لكم هذا مسجد، هو المسجد والزوايا التيجانيه، وهنا كاينين بعض الصور ما قبل الزلزال. كيف ما كتشوفوا الصوره مصوره في 1955، يعني 5 سنوات قبل المسجد، وهو الشكل ديال المسجد كيفاش كان داير. الصراحه داكشي كان زوان. من بين الحوايج اللي كيتبتوا بان اكادير وفلا كانت متطوره وكانت فيها جميع العناصر ديال الحضاره لهذه البلاصه اللي وصلنا لها. شوفوا اشنو لقينا، انه اكادير وفلا كانت كتوفر على حمام تقليدي كيفما مذكور هنا، كانوا كيغتسلوا فيه السكان ديال اكادير وفلا. بالنسبه للنهار كيكونوا فيه العيالات، وبالنسبه لليل كيكون خاص بالرجال كيفما مذكور في هذه اللافته هنا. الصراحه الاخوان كننصحكم انكم تجيو ديروا واحد الجوله هنا داخل القصبه ديال اكادير وفلا، باش انكم تعرفوا بزاف ديال المعلومات. وانا شخصيا كانت عندي فكره غلطه على هذا المكان، هذا كان كيحسب لي فقط واحد المجمع سكني كانوا ساكنين فيه الناس وطاح في الزلزال ديال 1960، ولكن باش جيت هنايا بقيت كندور في الاروقه ديال القصبه ديال اكادير وفلا، عرفت بان هذه البلاصه هذه ما كانتش فقط غير مجرد واحد القصبه كيسكنوا فيها الناس، وانما كانت منطقه صناعيه وعسكريه وبزاف ديال الحاجات قبل ما تدمر في الزلزال ديال 1960. وانتم كتدوروا هنا غتكتشفوا كل بلاصه بوحدها، وكل بلاصه غتعرفوا عليها بزاف ديال المعلومات. ما كرهتش انني نعطيكم المعلومات كامله، ولكن كيف ما قلت لكم الا بغيت نبارطاجي معكم هذه المعلومات كامله فغادي خصنا واحد لافيديو اللي فيه 3 ديال السوايع ولا 4 ديال السوايع، يلا نقدر نبارطاجي معكم هذه المعلومات. ومن طبيعه الحال ما غاديش تكون كامله، فقط غير شويه منها. بالحوايج اللي كتبتوا الصحه ديال الكلام ديالي، مثلا هذه البلاصه اللي في الجنب ديال المسجد هنا، شوفوا اشنو كان فيها مثلا هذه البلاصه هذه كما كتشوفوا، هذه كانت واحد المساحه ديال الغموض وديال الصناعه التقليديه كانت كتعرض هنا، وكذلك كانت حديقه هنا وبزاف ديال الحاجات. داكشي علاش قلت لكم هذه البلاصه هذه ما كانتش فقط غير مجرد واحد النقطه سكنيه، وانما كانت واحد البلاصه اللي صناعيه وتجاريه ودينيه وبزاف ديال الحاجات اللي كانوا هنا.